الدوري السعودي على صفيح ساخن. كان عندنا النهاردة مباراتين، النصر والرائد. النصر اللي قدر يكسب بنتيجة مريحة 3-1، ورونالدو هداف الدوري يسجل، وماني أيضا يسجل، ويصنع سلطان الغنام هدفين، اللي من وجهة نظري السلطان أفضل باك يمين في الدوري السعودي. والأهلي يعبر التعاون بصعوبة، التعاون اللي قدم مباراة كبيرة، والأهلي اللي كان عنده رعونة في إنهاء الهجمات، واللي حبس أنفاس جمهوره لآخر الثواني. الأهلي كان ممكن يكسب بنتيجة كبيرة، وكان ممكن يطلع متعادل الماتش ده. رأيك الجميل وشرك الجميل، وقول لي رأيك في الكومنتات، وتعالى نتكلم عن المباراتين في عجالة. الدوري على صفيح ساخن، فيلا بينا. في البداية زي ما قلت لك، النصر اللي أنا من وجهة نظري ماشي بخطة ثابتة بعد أول هزيمتين، بيفوز بقية المباريات. النصر اللي رونالدو وماني كل مباراة بيساهموا بيسجلوا، سلطان الغنام زي ما قلت لك أسيستين. يعني خلينا نتكلم على النصر، إن الناس بعد أول مباراتين شككوا في قدراته، لكن بعد المباراة التالتة أنا طلعت وقلت النصر انتظروا فرقة قوية. زي ما قلت لك يعني عندهم تشكيلة حلوة، يعني لو رونالدو مثلا وماني وغريب وبروزوفيتش وأوتافيو، خماسي ناري. النهاردة قدر رونالدو يوصل صدارته للهدافين وأحرز هدف، وبرضو النهاردة ماني بيزود غلته في الأهداف. مباراة كانت ما بين فرقتين، يعني رائد فرقة قوية وليست بالسيئة، ولكن النصر أجمد وأقوى. النصر خلص على المباراة وخد الثلاث نقاط ليواصل الفوز المتتالي، وزي ما احنا عارفين الفوز بيجيب فوز. رونالدو بيتصدر هدافي الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو شهادتي فيه مجروحة لان انا بحبه من ايام ما كان في مانشستر يونايتد، فمهما قلت عن كريستيانو مش حوفي حقه. الراجل ده ما بيزهقش وما بيملش، شغف ما بعده شغف. مبروك لجمهور النصر. نخش على المباراة اللي كانت متشطشطة النهاردة ومولعة، الأهلي. الأهلي والتعاون، مباراة على أرض الأهلي. الأهلي اللي بدأ اللقاء بهدف، الأهلي اللي بدأ اللقاء بدري بهدف من صناعة رياض محرز، وصناعة صراحة حلو، وهدف أول للأهلي. وبعد كده الأهلي يضيع فرص لحد ما كورة بالعرض من فرانك كيسي حطها في نفسه المدافع، 2-0. وهنا ظن الجميع وظننت أنا أن المباراة بنتيجة كبيرة للأهلي. أنا قلت الأهلي حيفوز بنتيجة كبيرة، ونتيجة كبيرة قوي يعني 2-0، لكن سرعان ما تدارك التعاون بهدف لبيدرو جواو بيدرو الوافد الجديد، احرز هدف بقى 2-1 الشوط الاول. الاهلي نزل الشوط الثاني ضاغط، ضيع فرصة واثنين عشان هجمة مرتدة وخطأ من مدافع الاهلي ليتعادل التعاون 2-2، وتزداد الامور صعوبة. ولكن الاهلي بيضغط وبيضغط قوي، سمك سيمان بقى وفيرمينيو ورياض محرز وفرانك كيسي يعني وجابريا فيجا، خماسي برضو ناري، هجمات هجمات لحد ما قدروا يحرزوا الهدف الثالث. وبعد الهدف الثالث ضيعوا، بعد الهدف الثالث ضيعوا هدف واثنين، والتعاون يحرز هدف التعادل قبل النهاية بخمس دقائق في الوقت الضايع. اللي هنا بقى بيسكت كل جمهور الأهلي، مش مصدقين اللي بيحصل. يتدخل الفار، ويتدخل الفار ويلغي الهدف. لغى ليه؟ الكرة لما اتلعبت قاوت، الكرة لمست بره الملعب قبل ما تلمس جوه. يعني هنا بنقول للعيبة ما تضيعش مجهود فرقتك، وانك تضيع منها بونت
عشان تلعب اوت غلط. عيب قوي لعيب يبقى كبير ولاعيبه محترفه ومش عارفه تلعب الاوت. بيلعب الاوت الخط اهو، قبل الخط نزلت الملعب خدها واترفعت والهدف التعادل. الفار شابوه الحكم الفار اللي بيرجع الحكم ويقول له الكوره مش هدف، وفعلا مش هدف ولا تتحسب هدف. التعاون اسقف له عمل مباراه كبيره. الاهلي استحق الفوز، استحق الفوز لانه اضاع كميه فرص كتيره. خليني بس اتكلم على الهدف الثالث بتاع ماكسيما. ماكسيما النهارده هدف عالمي، هدف الثالث ده 3 بونت عالمي، واذا حط تحت عالمي ده كذا خط. الكره اتبصت له من بره ال18 بيشوطها ببطن رجله في البعيده، هدف عالمي والله. وثلاث نقاط مستحقة للأهلي. الدوري السعودي مشطشط وما زال الهلال في الصدارة ويليه الاتحاد والأهلي في المركز الثاني. كده أنا بكون وصلت لنهاية الحلقة. لايكك الجميل وشارك الجميل. دوري روشن السعودي بيشتعل، ومن سيظفر باللقب الغالي. لايك وشير، بحبكم في الله، و سلام.